في كونفرنس كيبان لك الفنان، واش هو تدير كونفرنس دو بريس وكتكلاشي فنان اخر كتعرف فيه في كونفرنس دو بريس، كتهضر على 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 الحشيش وكتهضر على بزاف ديال الامور في كونفرنس دو بريس، راه تما خصك تدوز الميساج. يعني انت راك شفتي ليكزامبل في كونفرنس دو بريس، علاش غادي تخلي تشوفه في لاسي؟ خاصها تكون الامور حتى الا بقينا اليوم غدا بحال هكا، وبقينا كنشوفوا بحال هاد النماذج وعطينا فرصه مني نولوا نسمعوا في لسان وفي التلفازه الهضره خايبه مع والدينا مع اولادنا، راه صافي ما بقى حتى حاجه. خويا غادي طلع تغني عندك هذا الوقت، عندك واحد الكلوز شي حاجه ضد تمس بالمقدسات، شي حاجه اللي تخسر فيها الهضره ضد النشئه ضد انا، شي حاجه اللي غادي تخرجنا على اولاد البلاد ما تقالش. ولكن هاد هاد هاد, هاد لي جون واحد ثلاثه ولا اربعه ديال لي رابور جام داك جنون العظام، بالنسبه لي طوطو ضحيه ديال التوجيه، ضحيه ديال بعض الناس اللي دافعين، وانا ما غاديش يمكن نقول لك منين دافعين ولا كيفاش دافعين، وكيجبدوا وثائق اداريه من داخل القطاع يقول لي بان هذا الفنان هذا الرائد كيشد 40 مليون وهذا كيشد 80 مليون وهذا 60 مليون وهذا كذا كذا كذا. انا هذا الوثائق من تسربوا منين خرجوا هذوك الوثائق؟ غير يا ريت كون كان خاص الطوطو اللي يتكلم ماشي المحامي ديالو. وانا كنظن بان عنده مالوريونطاسيون سي ما موجهش مزيان، حيت ملي غادي نشوف ولا ولدي يشوف واحد واحد موفيز اكزامبل واحد الفنان اللي هو عاجبه وكي خسر الهضره كيضرب كلام خايب شي امور كيهضر على الماريوانا ايتترا، الدري غادي تشبت بهذوك الامور من صغره وما غاديش يعطينا واحد رجل صالح ولا واحد البنت صالحه للمستقبل. ايوب ترابي رئيس النقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان، مرحبا بموقع اشطاري بمقر النقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان مدينه الدار البيضاء. وفعلا نتاسف لهذا الامر، كنشوف واحد الشاب مغربي كان غادي كيشق طريق ديالو للنجاح بواحد الاحترافيه بواحد الدقه، وفي ظرف وجيز قدر يدير سميتو على المستوى الوطني والدولي، ومن بعد في وسط الطريق ديالو غادي يصبح ضحيه ديال بزاف ديال المسائل اللي ما غاديش يمكن ليا باش نتكلم على لي ديطاي فيها. انا بالنسبه لي هذاك الشاب والفنان طوطو ضحيه عدة أمور اللي ما كانش خاصها تكون، والبداية ديال هاد الأمور كانت بدات من المسيرة النضالية ديال مجموعة من النقابات، النقابات اللي كانت كتعرض للتضييق في شق العمل النقابي بحكم أن كان واحد مجموعة ديال الفنانين الراب بداو كيتوجهوا بواحد الكلام اللي ما صالحش ضد النقابات والنقابيين، وعيرونا وعيرونا والدينا وعيروا مجموعة من الرواد ومجموعة من الفنانين ماشي غير طوطو بوحدو. واليوم كما كتشوف كيف ما كتسمع يعني طوطو صباح يعني مبحوث عنا على المستوى الوطني، واليوم راه وصلتنا اخبار بانه راه تم استدعائه باش يستصنتوا ليه في الفرقه الولائيه هنا مدينه الدار البيضاء. وكيف ما كنأكد لك بان طوطو ضحيه ديال بزاف ديال الامور، ربما تكون شي مفاجات من بعد هذا البحث اللي كتقوم به الشرطه القضائيه تضروا. حسب علمي الان وخلال اتصالاتي مع مجموعه من الفنانين والنقابيين، يعني كاين عده فنانين منهم الرواد ومنهم الشباب واضعين شكايات لدى وكيل جلاله الملك بخصوص هذه المواضيع ديال التشهير والسب والقذف في حقهم، وحنا بدورنا كهيئه كنا تعرضنا لهذا القصف هذا من طرف هذ الناس والفنانين ديال الراب واحد المجموعه دون ذكر الاسماء ديالهم، ولكن احنا كان نطلبوا لهم الهداية عرفنا مسخرين من بعض الأناس سبحان الله، وننصركم الله فلا غالب لكم. اليوم راه انت كتشوف دابا اشنو اللي وقع، شوف الضجة اللي وقع، وطوطو كيفاش خرج عند المجتمع وعند الجمهور ديالو كيعتذر للسلطات وكيعتذر للمجتمع عند الشيء اللي دار كامل. احنا طوطو ماشي ضد الدور، كان ضد الدور في الأداء كيفاش كيأدي في المنصة، اي عنده واحد لو ستيل زوين، ولكن الطريقه باش كيانيمي داكشي ماشي في صالحنا وماشي في صالح وليداتنا، حنا في بلد اسلامي. وكنعيب على المسؤولين اللي كانوا مشرفين على هاد الصالات اللي تنظمات من بين وزاره الثقافه والمسؤولين على التنظيم الى اخره، كان خصو يتمنع منعا باتا باش تمر بحال هاد السهرات ويكون فيها هاد الكلام النابي اللي كيمس بالحياء. وسيرتو كان واحد العدد كبير من المتفرجين في هاد التظاهرات الفنيه، وهذوك المتفرجين راه ما كانوا 100% شباب، كانوا عائلات امهات اباء خوت الى اخره، كانوا اطفال صغار. وهنا كان هنا من خلال هاد الشيء اللي وقع يعني كيأثر نسبيا بالنسبه كثيره في الشباب وكذلك في الناشئه اللي هما المستقبل ديال هاد البلاد هذه الحبيبه. حيت ملي غادي نشوف ولا ولدي يشوف واحد موفيز اكزامبل واحد الفنان اللي هو عاجبه
وكي يخسر الهضره كيضرب الكلام خايب شي امور كيهضر على الماريوانا ايتترا الدري غادي تشبش بهذوك الامور من صغره وما غاديش يعطينا واحد رجل صالح ولا واحد البنت صالحه للمستقبل. يعني غادي نخافوا على وليداتنا من هذا الشيء. هذا للاسف انا لا اعتبر الخطا ديال طوطو كيقولها كيقول انا مازال شاب ومغربي وما فاهمش وما عارفش، ولكن الخطا ديال المسؤولين اللي سمحوا لطوطو باش يدير ديك المهزله داخل مجموعه من المهرجانات بربوع المملكه وتحت الرعايه الساميه لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. هو في الحقيقه طوطو قدر يخطف الانظار وبالطريقه باش خدام في الماركتينغ ديالو في التسويق ديال المنتوج والاسم ديالو بطريقه احترافيه وعنده مسانده من القطاع الوصي. وعلى ذكر ذلك انا السيد الوزير سي مهدي بن سعيد كان صرح في واحد التصريح ديالو على الاذاعه الوطنيه ولا القناه التلفزيونيه بان طوطو هو النمبر 1 هو اللي خصو يتخلص مزيان. هاد الكلمه اللي كان قال الوزير انا كنعتبروها كان خطا فادح. ما كانش الوزير خصو يبين سبق محايد يعني ما يدعمش فنان اكس معين يبقى محايد وهو وزير ديال الكل ووزير ديال القطاع يعني كامل. هادشي خلق واحد الحساسيات ما بين الفنانين. طوطو خدام بطريقه احترافيه الله يسهل عليه، غير الطريقه ديالو باش كيانيمي في المهرجانات راه ما خداماش. سيرتو انت عندك واحد البروتيج ديال وزاره الثقافه بان هي اللي منظمه وتحت الرعايه الساميه لصاحب جلاله الملك محمد السادس وتنوض تخسر الكلام وتقلل الحياة على المغاربه وعلى المجتمع. هادشي ماشي صالح. وانا كنظن بان عنده مالوريونطاسيون سيد ما موجهش مزيان وجيب واحد الفكر. انا كنامن بان الراب فن الشارع فعلا بجميع الدول بان الراب فن الشارع ويقدر يقول اللي بغا والحريه التعبير الى اخره، ولكن خصو يرجع لواحد النقطه. حنا في بلد اسلامي تحت اماره المؤمنين سيدنا الله ينصرو طول في عمره، كاين خوتنا وكاين وليداتنا، كاين واحد المجتمع زوين خصنا نحافظوا عليه. ما نبداوش من دابا نخربقوه ونطلع واحد الجينيراسيون اكثر من هادشي اللي كنشوفوا دابا. انا بالنسبه ليا الندوه الصحفيه اللي قام بها طوطو حر ان السيد بغى يقدم اعتذار ديالو للمجتمع المغربي والفنانين والناس اللي مسهم ومس بالكرامه ديالهم. غير هي شويه جات معطله، يعني كانت دار قبل ما يدخل القضاء والامن على الخط كان يعتذر مباشره من هاد الناس هادو ويجلس معاهم كفنان يتصل فنان ويجلس معاهم ويدخلوا جهات وبوركو با هاد القطاع النيت القطاع كان يتدخل ويجمعوا مع هاد الناس ملي كانوا دار الفيديوهات الاولين ودار التشير وكتبوا الجرائد الى اخره. كان ديك الساعه خصو يوقف هاد الشيء. طوطو الله يهديه بقى زايد واحد شويه مكسيري بقى يعني ما مسوقش بالعربيه كيف ما كيقول هو. وهذا ادى لهاد الامور اللي ما مزيانش اللي حنا ما بغيناهاش. حنا ما كنشفوش فيه وما باغينش ليه الشيء حتى هو ولدنا ولد المغرب. ولكن كتعرف القضاء خصو يدير خدمته والناس ضرات وكل واحد خصو يرد الاعتبار راسو. وكنتمنى هاد الامور تسالي بسلام. انا ما نقول حتى شي واحد الضرر لا دوك الناس اللي تم التشهير بهم والاساءه بهم ولا بهاد الفنان النجم اللي غادي كيشق في الطريق ديالو النجوميه الى اخره. الندوه الصحفيه كما قلت لك دارها باش يدافع على راسو. غير يا ريت يكون كان خاص طوطو اللي يتكلم ماشي المحامي ديالو. كان خاص طوطو اللي يعبر على داكشي اللي عنده الداخل ما يكونش يعني اورينتي ولا يدير كما قال المحامي ديالو الاسيستانه ديالو هو اللي غيتكلم بلاصتو. طوطو فنان وكنعرفو بانه مثقف كان هو يهضر وجاوب دوك الاعلاميين وجاوبهم بصراحه ربما كان غيتقبل الاعتذار ديالو. ولكن ملي طوطو ما هضرش وما جاوش الصحفيين وما جاوش المغاربه كاملين واحد 40 مليون نسبه وكذلك الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كنظن بان الندوه الصحفيه ما كان لاش دار. كان خاص طوطو يتكلم ويدافع على راسو ويعترف بالعيب ديالو. حنا كاع كنخطئوا حنا ماشي ملائكه ربما كنا غنضامنوا معاه ويتضامن مع الشعب واحد شويه ونقدروا ندخلوا حنا بدورنا كنقابه ونتصلوا بدوك الفنانين ونحاولوا نجروا في الصلح. ولكن للاسف تشكي غير راك شفتي المحامي هو اللي كيهضر. وكان واحد الاسئله كان مهمه خصو يجاوب عليها طوطو وتفادوها للاسف. لا هو قبل الشكايه اللي قام بها سي الاعلامي سي تيجيني كانوا عده شكايات من نقابات من فنانين وهادشي ما صرحت به الصحافه الوطنيه. وكاين بعض المواقع اللي تزودوا بنماذج من هاد او بنسخ من هاد الشكايات. يعني الشكايات كانوا قبل وحسب علمي وبعض الاتصالات عندي مع بعض الفنانين اللي كانوا تضروا من الكلام ومن التشهير ديال السي طوطو بان الشكايات راه ربما شي 3 شهور ولا 4 شهور دابا قبل باش توضعوا شكايات في حقه. ومع دابا مع هادشي ديال التيجيني يلاه الامور غادي تاخذ المسرى ديالها والمنحى ديالها القانوني. النقابات ما باغاش تركب على الموجه وخير دليل اننا الوقت اللي وقع هادشي ما بغيناش نديرو حتى شي بلاغ بغينا نبقاو تيني. كنشوفوا بان الطوطو ضحيه
ولازلنا حنا كهيئه نقابيه وركنا بالبلاغات ودخلنا الاعلام ودخلنا حتى حنا كمطالبين بالحق المدني والفنانين ديالنا تقاسوا الى اخره. كنظن ما غاديش نوليو نتحاربوا مع غير مع طوطو بهذا الفاسون هادي. كاين ناس اخرين اللي مورا طوطو اللي دافعين طوطو, حيت طوطو ملي كان كيهضر وكيسب النقابيين وكيجبد وثائق اداريه من داخل القطاع كيقول لي بان هذا الفنان هذا الرائد كيشد 40 مليون وهذا كيشد 80 مليون وهذا 60 مليون وهذا كذا كذا كذا, يعني هذوك الوثائق من تسربوا منين خرجوا هذوك الوثائق. هادشي اللي خلانا ما نزيدوش نوركوا على طوطو, ما نزيدوش ندخلوا في شي امور حيت الامور مفهومه. هذوك الوثائق من خرجوا عن طوطو والصالح او غير صالح, واش داكشي اللي كيقول طوطو والصحيح او غير صحيح, فهمتيني؟ هنا الامور شويه هادشي علاش توضعوا الشيكات بالاخص. لماذا سربت وثيقة رسمية وتم المس بديما من بعض الأشخاص؟ بالنسبة لي طوطو ضحية للتوجيه, ضحية لبعض الناس اللي دافعين, وأنا ما عادش ممكن نقول لك منين دافعين ولا كيفاش دافعين. وهذا الشيء كيبقى السر ديالنا النقابات كل شيء عارف, الفنانين على المستوى الوطني كل شيء عارفين بأن طوطو كان مدفوع من واحد الجهات باش ينزف باش يحارب النقابيين يحارب النقابات الفنانين المناضلين. وما ديش بحيث الى كنتي متبع بعينو في الستوري ديالو, كان طوطو يوميا كيكلاشي في واحد الفنان مغربي نقيب عنده رئيس نقابه ومن الفنانين اللي كانوا ناضلو في عده قوانين, وطوطو بقى كيكلاشي فيه شاك جور في لي فيديو كيسبوه كيقذفوه الى اخره. هادشي راه كله الشعب كامل شافو. هنا كتفهمنا الامور كيفاش غاده. وانا كذلك من الناس اللي تمسوا في هاد الخرجات اللي كانوا داروا الفنانين الراب. شوف طوطو كما كنقولوا ولدنا ولد المغرب, ولا غلط غلط في بلاده والقضاء غادي يعرف شنو غادي يديروا. حنا كنتمنوا يجرى الصلح مع هاد الناس. حنا ماشي ما كنحاولوش نسقطوا واحد الفئات, عندنا في النقابه ديالنا عده فنانين راب منخرطين تحت اللواء ديالنا وكيستافدوا كيتوجهوا اداريا وتقنيا وفنيا. ولكن هاد لي جون وحتى تولى اربعه ديال لي رابور جاهم داك جنون العظمه بحيث انهم وصلوا لواحد واحد الباب بان احنا راه وصلنا عند الوزير وكاع المنصات اللي كتنظمها وزاره الثقافه جميع المهرجانات كنطلعوا ليها فين ما بغينا كناخذوا كندوزوا في التلفازه ندوزوا في البرنامج المشهور ندوزوا هنا. يعني ما قعدوا ما يدير بالنقابه حيت الفنان المغربي عنده واحد الفكر على النقابه خصني ملي نكون يلاه بادي وباقي في الدرجه الاولى خصني نبقى غير بشويه وانا غادي طالع مع ديك النقابه وكتلونسني كتحل لي في البيبان. ماشي بحال الانترناسيونال كتلقى النجم ونخرط في النقابه. وديالنا حنا ملي كوصل النجوميه كما صافي كينسى شي حاجه سميتها النقابه, لا مصريين ودول اخرى, لا بالعكس يبقى غادي مع النقابه باش كتحميه تحمي له الحقوق ديالو والقوانين ديالو كيعرف ما له وما عليه وكيتاثر ويتكون اداريا فنيا تقنيا للاسف. ولكن هادو مشاو في هادشي قال حنا راه وصلنا لوتيت وصلنا للوزاره وصلنا للوزير كناخذوا فين ما بغينا ما كاينلاش النقابات. ولكن نكون كانوا معنا في النقابات ما نخليهمش يديروا الاخطاء. حنا معنا دابا ناس بعد ما كيديروا غير تشدونا في الفيسبوك ولا شي حاجه كنعيط لهم اون بيرسون مسح داكشي حيد داكشي بقى بعيد من داكشي فهمتيني. اشنو عندك راه نحلوا المشكل اميكالمون ما تدويش هنا ما تدويش. شحال مره يعني العديد من الفنانين كيتكلموا شحال مره كيتكلم على التلفازه على البطاقه المهنيه للفنان على بزاف ديال الامور وكنوجههم باش ما يضحوش في المشاكل تشوف المتابعه القضائيه. كتعرف دابا راه كاين قانون ديال داك جرم التشهير الى اخره. انا اناشد جوج ديال الوزارات, وزارة الشباب والثقافة والتواصل الشخص السيد الوزير تاع الثقافة وزارة الداخلية. يعني يجب ضبط زمام هاد الأمور ملي يكون عندنا أن إيفينمون بداك الحجم بداك الكم الهائل ديال الحضور خصنا نضبطو شغلنا خصنا نديرو أن نوت نديرو دي كلوز في لي كونترا. خويا غادي طلع تغني عندك هاد الوقت عندك واحد كلوز شي حاجة ضد تمس بالمقدسات شي حاجه اللي تخسر فيها الهضره ضد الناشئه ضد انا شي حاجه اللي غادي تخرجني على ولاد البلاد ما تقالش سينو ما غاديش تخلص غادي نخصمك 50% ك نديرو دي كلوز وزاره الداخليه تي زير زمام امور تعطي دي نوت لوزاره الثقافه. خصنا نحترم احنا في دوله اسلاميه خاص شي امور تضبط اداريا. الناس كيكون طالع لا سين تا لا كلا فمو كيعرف راه مضبوط راه لابس حتى تخرج حاجه ماشي تلهي راه ما غيتخلص ولا غادي تخصم لي واحد 50% من الكاج ديالو وكخصها تكون الامور. حتى الا بقينا اليوم غدا بحكا وبقينا كنشوفوا بحال هادنا ماديجو عطينا فرصه من نولوا نسمعوا في لسان وفي التلفازه الهضره خايبه مع والدينا مع اولادنا وراه صافي ما بقى حتى حاجه صافي ما بقى حتى ما بقاش عندنا كاع شي غور ولا بقى شي مسؤول كيضبط شي واحد لا ما يمكنش. كاين تقصير
انا من خلال تنظيم هذوك المهرجانات اللي هما اللي منظمينهم كانوا ضبطوا الامور ديالهم. كاين اللجنه مسؤوله، كاين مدير المهرجانات، كاين الناس اللي مسؤولين في اجهزه اخرين كانوا يجلسوا مع هاد الناس هادو في لي كونفرنس ديال البريس. عرف كونفرنس كيبان لك الفنان، واش دير كونفرنس البريس وكتكلاشي في فنان اخر كتعرفيه في كونفرنس البريس، كتهضر على 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 الحشيش وكتهضر على بزاف ديال الامور كونفرنس دو بريس، راه تما خصك تدوز الميساج. يعني انت راك شفتي ليكزامبل في كونفرنس دو بريس، علاش غادي تخلي تشوفو في لاسين؟ تما خصك تقول اجي ولدي الله يرضي عليك فنان على راسنا وعينينا، ولكن هاد البلاد راه عندها ضوابط، كاين دستور، كاين قوانين، كاين ملك ديال البلاد، كاين هادي كاين هادي، الله يجازيك بخير. هادشي راه ما بغيناش، راه هذا هو الغول ديالنا حتى النقابات، خصهم يوعوا بهاد الامور، خصهم يوضوا اطر ويكونوا ويستقطبوا الشباب ويفورموهم ويوجهوهم باش ما يطيحوش في هاد الاخطاء. علاش كنقول لك الطوطو ضحيه؟ الطوطو كون كان موجه ولا كون داز في العمل الجمعوي وتاثر في المخيمات الصيفيه وكان في واحد الهيئه نقابيه في القطاع الفني ولا في شي مؤسسه فنيه، غادي يكون واعي وكيسمع وكيجلس مع الرواد والناس اللي عندهم الاكسبيريونس ومع الشباب والناس اللي كتفهم في القانون الى اخره، غتلقى مع ان ميلونج، غيكون مستوعب عده امور. ولكن السيد عندك شانس طلع ما عارفش بزاف ديال المسائل، راه دار خطا، لهذا اعتبره ضحيه، والله يدير لي شتاوي ديال الخير. احنا كنقابه انا غادي نحاولوا نديروا اتصالات مع الناس اللي قدموا شكاوى ضد الطوطو، وانا في طريقه حبيه بالاصدقاء ديالنا نفهموهم بان داك الوليد راه غير ضحيه وراه كيبقى ولد المغرب الى اخره، وانا نحاولوا نجرو في الصلح اول حاجه حتى هو الطوطو تعتقل. انا عطاو به العبره، ما كاينش شي، كاين عطينا حريه التعبير، خاص الفن يبقى مستمر في هاد البلاد، خاص الشباب يغني يلعب سيغ سين يحس براسو بانه حر، ولكن كاينه ضوابط خصهم يلتزموا بها. الضوابط يتوجب على وزاره الثقافه ضبط هاد المسائل. هما اللي نعطيك البطاقه المهنيه للفنان، عطيتني واحد الصريح بالشرف بانك تلتزم بهادي وبهادي 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 وبهادي، ونهار دار شي خطا نسحب لك البطاقه المهنيه للفنان، وكل الامور غادي تكون غادا مزيان. وزاره الداخليه تيرى الاعيون ديالها راه ما كاينين، ضبط الشغل ديالها فين ما يكون شي نشاط، تعطى التعليمات مشي لوزاره الداخليه، مشي الامور كوم الفو، راه هكا غادي يبقاو عندنا شباب مزيان، وغادي يولي عندنا المجتمع مزيان، ولا في الناشئه ديالنا لا في اليافعين لا في الشباب. هذا هو اللي كنشوف انايا. وطوطو كنتمنوا دوز هاد المحنه هادي ورجع للجمهور ديالو لاصين ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويوعى بشي امور، ومره اخرى يعني ما حاول ما يستغلوش ايا كان باش يحارب خوتو الفنانين وخوتو المهنيين وسيرتو النقابيين. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.